السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد وموضوع جديد. خلونا نتكلم عن موضوع مهم، يمكن تلقيت العديد من الاسئله بخصوصه. بنتكلم على الميديكال ريب انترفيو. انا دلوقتي راجل بتطلع ان انا اشتغل ان شاء الله في مجال الفارماسيوتيكال، في فرصه ان انا ادخل في البوزيشن كميديكال ريبريزنتيف. طيب ازاي استعد؟ هنتكلم يمكن على مدار اكتر من جزء، هنتكلم على البريباريشن، هنتكلم على الانترفيو نفسه، هنتكلم على السي في، وهنتكلم على مواضيع تانية تخص طبعا الانترفيو للزملاء الميديك ريب، وازاي اكون واقف على ارض صلبه كده ومستعد ان شاء الله بشكل كويس. الجزء الاولاني هنتكلم فيه على ايه؟ هنتكلم على الجوب ديسكريبشن، الميديك ريب دوت ايه بالظبط، التاسكات المطلوبه منه، وهنتكلم كمان على موضوع تاني مهم اللي هو الميديكال باك جراوند، ازاي احسن الميديكال باك جراوند بالنسبه لي واكون يعني مستعد لاي اسئله في الناحيه دي. اهلا وسهلا بيكم، ويلا بينا ندخل على الفيديو. اهلا وسهلا بكل الاعزاء. موضوع جديد بنبتدي فيه. في الحقيقه يمكن انا تلقيت العديد والعديد من يعني الاستفسارات. دكتور محمد، انت عملت اكتر من حاجه على مستوى المانجيريال ليفل، عملت اكتر من حاجه على مستوى الزملاء اللي بالفعل دخلوا في مجال الشغل يعني في الفارماسيوتيكال على مستوى الميديكال ريب على سبيل المثال. طيب بالنسبه للناس اللي هي بتستعد بقى، الناس اللي عندها ان شاء الله يعني طموح ان هي تدخل في المجال دوت، وبنقابل بعض العثرات او المشاكل او الاوبستكلز في موضوع الانترفيو، ازاي اقدر ان انا احضر نفسي للانترفيو بشكل كويس؟ ازاي ان انا يعني اخد بالاسباب على اساس ان باذن الله ربنا يكرمنا واقدر اعدي النقطه ديت. فانا حبيت ان من خلال مجموعه من السيشن المتتاليه ان شاء الله ان احنا نستفيد ب يعني الجزئيه ديت، تراكم الخبرات اللي عندي واللي عند زمايلي والمديرين اللي انا اتعلمت منهم والخبرات الكبيره دي. طيب ما تيجي انقل لكم يعني انقل لحضراتكم حاجه من اللي احنا شفناها. انا يمكن على سبيل المثال كان لي خبره ان انا مثلا حضرت اكتر من على الاقل يعني 500 مثلا انترفيو، سواء على مستوى ميديكال ريب داخلين او عايزين يدخلوا الشركه اللي انا شرفت ان انا اشتغلت فيها، او حتى على مستوى المانجيريال ليفل كنت برضو حاضر في العديد والعديد من الانترفيوهات. تعالوا كده نتكلم مع بعض بشكل مبسط، ازاي احضر نفسي للانترفيو، ازاي ان انا اجهز بافضل شكل ممكن على اساس ان انا ربنا يكرمني وان شاء الله يكون لي نصيب في النجاح، سواء في الشركه دي او في الشركه دي او في غيرها من الشركات. التوبيك اللي احنا هنغطيها ان شاء الله خلال الموضوع بتاعنا، احنا بنتكلم على توبيك زي preparation before الانترفيو، قبل ما بدخل انترفيو ازاي احضر نفسي، ازاي اكتب السي في والكفر ليتر بشكل مبسط بقى، بعيدا عن التعقيدات اللي انا بشوفها في كتير من الفيديوهات اللي يمكن مريت عليها في موضوع السي فيات. الانترفيو نفسه، انت جوه الانترفيو طيب ايه الحاجات اللي اخد بالي منها؟ انترفيوز اكسبرت ميديكال ريب، احنا هنا مش بس بنتكلم على الزملاء الجداد تماما، لا. طيب نفترض ان انا راجل كنت ميديكال ريب شغال في شركه وعايز انتقل لشركه تانية، ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها؟ ايه الكونسيرن اللي ممكن يكون موجود في عقل الراجل الانترفيور اللي قدامي؟ فدي برضو جزئيه ان شاء الله هنتكلم عنها. هنتكلم برضو على جزئيه مهمه جدا اللي هي الجروب انترفيو او الكيس برزنتيشن. من زمان كتير من الشركات بقت تعمل الانترفيو على شكل برزنتيشن او على شكل كيس، بتقدم لحضرتك زي كيس كده يعني بتبص فيها وبتشوف ايه النقاط الجوانب اللي فيها اللي ممكن تعمل فيها اناليسز بشكل معين، ازاي تحدد البريوريتي بتاعتك. فهنتكلم في موضوع الجروب انترفيو او الكيس برزنتيشن برضو ان شاء الله خصص له سيشن لوحديها. عندنا كمان البوست انترفيو ايفالويشن، انا عملت الانترفيو خلاص، طيب بعد ما بطلع منه ازاي اعمل ايفالويشن لنفسي، النقاط اللي انا احطها في اعتباري، وفي الاخر عامل برضو سيشن اخيره للتيبس، اهم النقاط اللي ممكن ان انا اخلي بالي منها، ربنا وفقني في المكان دوت، طيب ايه الحاجه اللي ممكن اعملها في الاول يعني اركز عليها، ايه الحاجات اللي انا ممكن لو لا قدر الله فشلت، طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن يعني افوكس برضو عليها على اساس ان انا احسن نفسي من انترفيو لانترفيو تاني لغايه لما ربنا يكرمني ان شاء الله واقدر ان انا يعني ايه اتقبل في شركه من الشركات اللي انا بتمناها. الجزئيه الاولانيه عندنا النهارده في السيشن الاولى او البارت الاولاني بنتكلم على البريباريشن بيفور الانترفيو. انا دلوقتي راجل ابتديت ان انا اقدم للشركات او بجهز نفسي ان انا
اقدم لشركات الفارماسيوتيكال كبوزيشن يعني ميديكال ريب. طيب انا عايز اعرف يعني ازاي احضر نفسي. اول حاجه خالص عايز اقول لحضرتك عليها موضوع ان انا افهم كويس قوي الميديكال ريب جوب ديسكريبشن. هو الراجل دوت الشركه بتعينه ليه؟ ليه الشركه بتديه ليه الشركه بتدي له مرتب اساسا؟ بتحتاجه الشركه في ايه؟ فتعالى كده نفهم اهم النقاط ديت، لان برضو في ناس بتحط اولويات غلط. يعني على سبيل المثال، ايه اول حاجه انا محتاجها انا كشركه، يعني محتاجها من الراجل اللي هو الميديكال ريب؟ انا محتاج رقم واحد ان هو اتشيف السيلز تارجت، يعني هو الهدف الاساسي ان انا بعين حضرتك وان انا في سالري شهري ان انا بدور على الاتشيفمنت، على تحقيق السيلز بالنسبه للمنتجات اللي حضرتك ديليجيتد عليها او اللي انت مسؤول عليها. طيب ايه تاني؟ بنتكلم على بروموت الكومباني برودكت ويز تارجت اودينس. بص بقى انا بعمل ايه؟ يبقى اول حاجه الهدف من وجود الميديكال ريب اساسا هو ان هو يحقق التارجت. النقطه الثانيه المهمه اللي هي الوسيله بقى، هيحقق التارجت ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل بروموشن، ها؟ بيعمل دعايه للكومباني برودكت مع الكاستمر اللي هم المستهدفين، مش اي كاستمر والسلام، مش هطلع لاي حد والسلام. لا انا بتكلم على سيلكتيف تارجت كاستمر. بنتكلم كمان على من ضمن التاسكات المطلوبه المهمه من الميديكال ريب، بنتكلم على الافكتيف فيلد فيزيت للكاستمر. انا بتكلم ان انا بزور دكاتره صيادله، احيانا بعض الشركات بتفرض على الميديكال ريب ان هو يزور الديستريبيتورز او الشركات زي المتحده بقى او فارما اوفرسيز وابن سينا والحاجات اللي زي كده، واحيانا الستورز نفسها في بعض الشركات الاخرى، طبعا على حسب السياسه. خلي بالك من النقطه دي عشان في شركات ليها سياسه معينة وفي شركات بتبقى الموضوع بالنسبة لها مفتوح، فهنا لازم أخد بالي من النقطة دي. يبقى الزيارات، وبنتكلم هنا على effective field visit للكاستمر، وبالذات طبعا بنتكلم على الدكاترة والصيادلة. نقطة كمان مهمة implement company marketing strategy والبرودكت مسج. الراجل ده مطلوب ان هو يوصل رسالة معينة للبرودكت وبياخد عليها تريننج وبيطبق استراتيجيات معينة. يبقى خلي بالي ان الميديكال ريب من ضمن التاسكات اللي بتاعته مهمه جدا ان انا بنفذ الاستراتيجيه بتاعه الكامبني. نتكلم كمان على ماتشنج الانبوت اكتيفيتي اللي هي الفيلد فيزيت والاكتيفيتي اللي حضرتك بتعملها مع الاوت بوت اكتيفيتي يعني السيلز ريزلت. انت راجل بيبقى متاح ليك كمان موضوع الاكسبنسز او المصاريف او البادجت اللي بيتحط لك في الاريا. والله انت مطلوب منك مثلا نفترض السنه دي 2 مليون جنيه كتارجت او 2 مليون ريال لو احنا مثلا في السعوديه. طيب انت ليك بادجت معين مصاريف هتصرفها. في بعض الشركات يقول لك هتصرف 5% ماكسيمم من مثلا البادجت التارجت بتاع حضرتك. يبقى انا عارف ان في حدود البادجت بتاعي بيكون في حدود 4% 3% 2%. يبقى انا فاهم ان لازم اللي هو عارف انت ايه، من اين تؤكل الكتف، اللي هو بحط الفلوس في مكانها الصحيح، بحط الاكتيفيتي بتاعتي في المكان الصحيح مع التارجت كاستمر بتاعي بشكل مظبوط، وبعمل ماتشنج ما بين اللي احنا بنسميها المدخلات والنتائج في الاخر. كولكتنج الماركتنج الماركت فيدباك مونيتور الكومبيتيتور اكشن. واحده من اهم التاسكات اللي بتطلب من اي ميديكال ريب ان هو يديني فيدباك. انت عنايه في الماركت، انا عايز اعرف الماركت ايه اللي تشينج اللي فيه، ايه التغيير، ايه الكومبيتيتور بيعملوا ايه بالظبط، ايه الاكتيفيتي اللي بيصرفوا عليها بشكل مثلا قوي، لو في لونش المنتجات جديده منافسه. فدي كلها انت عين الشركه، فانت لازم توصل الفيدباك ده بشكل مظبوط وبشكل بروفيشنال. كيب الكومباني ايمج ات هاي ليفل. نقطه مهمه جدا ان انا راجل بمثل الشركه، وبالتالي انا لازم احافظ على الايمج بتاعت الكومباني، الصوره الذهنيه قدام العملاء بتوعها. فولو اب مع الكاستمر، طبعا دي واحده من اهم التاسكات لاي ميديكال ريب ان هو بيعمل فولو اب بشكل مظبوط مع الكاستمر. السكيلز، وطبعا دي مرتبطه بالتاسكات، احنا بنتكلم على اهم السكيلز اللي ممكن تكون مطلوبه من اي ميديكال ريب. رقم واحد بنتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز، قدرته على التواصل، وهنا بقى بتتكلم على التواصل مع مديرينه ومع زمايله مع العملاء بتوعه دكاتره وصيادله وديستريبيتور وغيرها. سيلينج سكيلز، مهارات البيع، ويمكن انا فردت للموضوع دوت العديد من الفيديوهات تحت امر حضرتك على اليوتيوب شانل. تقدر حضرتك يعني بشكل فري تماما تتعلم يعني ايه السيلينج سكيلز، فدي من الحاجات اللي انا بنصح بي يعني التعامل معاها.
ايه تاني سكيلز مطلوبه من اي ميديكال ريب؟ بتتكلم على الميديكال والفارماسيوتيكال نوليدج، بتتكلم على ميديكال باك جراوند يكون قوي جدا، على مستوى البرودكت اللي حضرتك بتاخد عليه تريننج في الشركه، على مستوى الكلينيكال ترايل اللي انت برضو المفروض انك بتعرضها للطبيب وللصيدلي عشان تقنعه بالمنتج. بتتكلم على الكومبيتيتور نوليدج، ازاي انا بعرف المنافسين بتوعي ونقاط القوه ونقاط الضعف بحيث ان انا اقدر اتكلم عنها بشكل قوي. ديليجيتد اريا اويرنس، انا هنا ديليجيتد يعني الاريا اللي هي انت منوط بيها اللي انت مسؤول عنها. افترض ان انا شغال مثلا في المنطقه الشرقيه، والله ده انا اغطي مثلا في السعوديه الخبر، او اغطي الهفوف والبلاد اللي هناك ديت اللي انا اتشرفت اللي انا اشتغلت فيها، او انا عندي هنا في القاهره انا مسؤول مثلا نفترض عن العباسيه وحدائق القبه. فالاريا لازم تكون عارفها كويس قوي، لازم اكون فاهمها، لازم اكون عارف اهم الكاستمر اللي فيها، الدكاتره اللي ممكن ما تكونش باينين على الوش، اهم الدكاتره اللي ممكن استفيد منهم، التخصصات، الصيادله، في عندي صيادله كمان بيكون ليهم دور كبير في الاوتو سي. ففكره ان انا اكون فاهم الاريا دي من الحاجات طبعا المهمه جدا. بوزيتيف اتيتيود، وهنا بتكلم على الاتيتيود اللي هو طريقة التفكير والتعامل مع المواقف أو مع الأشخاص، لازم تكون إيجابية لأن أنت هتقابل مشاكل كتيرة ومشاكل مستمرة. طيب المشاكل دي هفضل أتكلم في المشاكل ولا هتكلم في الناحية الإيجابية والحلول اللي أنا ممكن أقدمها؟ فجزئية الاتيتيود هنا من الحاجات المهمة جدا، ودايما بنقول في أي فريق عمل لو في تفاحة لا قدر الله فاسدة ممكن تبوظ الباقيين، وعشان كده اي حد بيكون بوزيتيف اتيتيود بتلاقي ان الشركات بتهتم بيه وممكن ترقيه وتحطه في بوزيشن كويس، على العكس من الناس التانية اللي هي نيجاتيف اتيتيود، دايما عندها مشاكل، دايما عندها صعوبات، مفيش حلول، هي دايما رامي كده الكرة في ملعب الاخرين. فخلي بالك من الجزئية دي. من السكيلز كمان المهمة البلاننج والتايم مانجمنت، ادارة الوقت والتخطيط، listening سكيلز، القدرة على الانصات وفهم العملاء، نيجوشيشن سكيلز، نيجوشيشن اللي هي التفاوض، القدره على المفاوضه. مش معنى ان انا سمعت كلمه من العميل مش ايجابيه مثلا مش هجيب الدواء بتاعك، او مش هعمل سيدنج، مش هدخل المنتج بتاعك، انا اقف واتلجلج واتلخبط. لا، في حلول، في طرق، في دايما حلول وسط، الوين وين سيتويشن دايما في نيجوشيشن سكيلز بنقولها، اللي هي مهارات التفاوض. البروبلم سولفنج، البرزنتيشن سكيلز، انا راجل قدامي العديد والعديد من الدكاتره، مش بتكلم مع دكتور واحد، نفترض ان انا فجاه بقى قدامي 3 4 دكاتره، او عامل ايفنت معين قدامي 10 20 دكتور، ازاي يكون عندي البرزنتيشن سكيلز، مهارات التقديم، ان انا اقدم المنتج بتاعي بثبات وبقوه وبدون قلق. الانجليش طبعا لانجويج، دي من الحاجات المهمه جدا ان انا اقدر اتعامل مع الاكسبريشن بالنسبه للانجليش بشكل قوي. طب هنا بقى حد هيسألني دلوقتي، انا ازاي احسن من الميديكال باك جراوند والميديكال ترمينولوجي اللي انا المفروض ان انا استعملها؟ واحده من الحاجات المهمه اللي لازم حضرتك تعد نفسك ليها انك يكون عندك ميديكال باك جراوند كويس. فجزئيه مهمه جدا في الاستعداد ان انا ادخل انترفيو واقدر ان شاء الله ان انا انجح فيه، ان انا اكون تقيل في الجزء الميديكال باك جراوند. حضرتك بقى خريج صيدله، خريج طب، خريج بيطري، خريج علوم، خريج اي مكانه الكليه اللي ممكن تشتغل فيها، احنا يمكن بنواجه مشكله حقيقيه مع الزملاء اللي هم خريج بعض الاقسام من كليه العلوم، يمكن الزملاء اللي هم خريج سواء بقى صيدله او اسنان او طب او فيت، بتلاقي ان الدنيا قريبه مش بعيده. فيمكن هنا نصيحتي بالنسبه للزملاء خريج بعض الاقسام اللي هي بعيده شويه عن المجال الطبي في كليه العلوم مثلا، ان هو يقرا بقى شويه ويذاكر ويسمع بعض الفيديوهات اللي هتفيده جدا. انصح ببعض المواقع هنا على سبيل المثال، عندنا المايوكلينيك.org. المايوكلينيك دي يمكن واحده من، هي طبعا مستشفى كبيره جدا في اعتقد اورلاندو في الولايات المتحده، وعامله السايت بتاعها جزء انجليش وجزء عربي وبعض اللغات الثانيه. ادخل وتعلم كتير من الامراض، يعني انا داخل انترفيو لشركه معينه، الشركه دي عندها منتجات كاتيجوري معين، ادويه مثلا في الريسبيراتوري، ادويه مثلا في الجي اي تي، ادويه في الكانسر، اي مكان. ادخل على حاجه زي الماي كلينيك واتعلم الترمينولوجي وتعلم فيدباك عن الامراض، مكتوبه زي ما قلت لحضرتك بالانجلش ومكتوبه بالعربي. عندنا كمان واحد من الناس الهايله، ارماندو هاسونوجن، ارماندو هاسونوجن
الراجل ده بيعمل مجموعة من الفيديوهات وعنده تشانل وعنده طبعا موقع على الفيسبوك وعلى فبقول لحضرتك تقدر تتابع أرماندو هالسونوجان بشكل يعني رائع جدا. الراجل ده عامل مجموعة من الفيديوهات الشرح بالرسم كده بيشرح طبعا انجليش. أرماندو هالسونوجان من الناس اللي عامله شغل كبير، هو كان خريج كلية الطب حسب معلوماتي، وعامل كاتيجوري ليه أكتر من موضوع، يعني بيتكلم في مواضيع كتيرة جدا جدا، مواضيع طبية بالرسم وبالشرح البسيط كده، وتقدر تشغل الجزء اللي هو مكتوب عليه سي سي على أساس إن هو يقدر يديك كمان الترجمة بالإنجلش، فأنت تقدر تتابع معاه. أرماندو السونجن أنا بنصح بيه بشكل قوي جدا لفهم العديد والعديد من المواضيع الطبية بشكل بقى كبسولة مختصرة جدا. أرماندو السونجن. عندنا بعض المواقع ستادي دوت كوم، دي من الحاجات اللي ممكن تدفع فيها فلوس وانت مستريح. هنا بيديك مواضيع فيديوهات عن مواضيع طبية أو علمية أو أي مكان. ستادي دوت كوم من المواقع الجميلة، لكن هو زي ما قلت لحضرتك بيكون لازم تدفع، يعني مش مجاني، لكن الفيديوهات بتاعته في غاية الروعة والجمال. برضو ممكن على فكرة بعض الزملاء اللي عايز يتواصل معايا ياخد مجموعة الفيديوهات، يمكن نزلت منها شوية ستادي دوت كوم، برضو مواضيع مختلفة في نواحي طبية متعددة، يعني الفيديو ما يزيدش عن 10 دقايق، بيديك كمان ملخص للفيديو، فمن الحاجات الجميلة جدا. عندنا الميد ليرن، دكتور طارق عبد الحميد. دكتور طارق بيدي محاضرات في المجال الطبي في أكتر برضو من موضوع، بطن هو أساسا، من الناس المحترمين جدا واللي المحاضرات بتاعته بصراحة غاية في الجمال، والراجل ده اتعلمت على إيديه حاجات كتير. ميدلر دكتور طارق عبد الحميد. عندنا اليوتيوب، اكتب اي حاجه على اليوتيوب، اكتب اي توبك انت عايز تتكلم، مثلا نفترض عن الانفيزيما، عايز تتكلم عن الازمه، عايز تتكلم عن البيبتيك ألسر، اكتب على اليوتيوب وهتلاقي حضرتك مجموعه من الفيديوهات اللي بتنزل لك هايله. عندنا بقى الزملاء اللي هم خريج الصيدله، الفارماكولوجي كريكولم، ادخل راجع تاني الفارماكولوجي بتاعت حضرتك، طالب طب ادخل راجع تاني الفارماكولوجي، هتخليك واقف على يعني ارض ثابته. زمايلنا برضو الصيادله اللي بيدرسوا الامريكان بورد اوف فارماكوثيرابي او غيرها بقى من التخصصات، الناس اللي بتدرس اورام، الناس اللي بتدرس حاجات السيكولوجي، يعني العديد والعديد من الامريكان بورد النهارده في النواحي المختلفه تقدر حضرتك تتقل فيها جدا. عندنا الان سي سي اونكولوجي، الناس اللي ممكن يعني عايزه تعمل انترفيوهات في شركات متخصصة في موضوع الأورام والأنكولوجي، أنا بنصحها إن هي تدخل على الـ NCCN، ده طبعا بيدينا الجايد لاين التريتمنت في الأمراض المختلفة لأمراض الكانسر، ربنا يشفي الجميع. عندنا برضو الكامباني ويب سايت، الكامباني ويب سايت ده هيدي لحضرتك برضو فكرة كبيرة عن الأدوية وعن الأمراض، لكن هنا طبعا بنقول إن هو بيبقى إيه، بيبقى بايزد. يعني إيه بايزد؟ يعني واخد الاتجاه بتاع الشركه ان كل حاجه كويسه وكل حاجه يعني ما فيش سايد افكت، عارفين انتوا الطريقه ديت. طبعا هنا بيكون الموضوع ايه، لازم احطه طبعا ايه يعني إيه تحت الملاحظه، لازم اسمع من اكتر من وجهه نظر، لكن على الاقل لما بدخل على الكومباني ويب سايت انا داخل اعمل انترفيو في الشركه الفلانيه، لما بدخل على الويب سايت بتاعها فهنا بيديني فكره عن الادويه، عن الكاتيجوري اللي هي بتشتغل فيه الشركه، عندها ادويه انكولوجي، عندها ادويه ريسبيراتوري، عندها انتيبيوتيك، عندها ادويه هيماتولوجي وما شابه، فانت هنا بتعرف الموضوع بالظبط ماشي في انهي اتجاه.